بعد كل هذه الأحداث سيظهر تائر مغربي جديد على الغزو الروماني، كان يدعى إيديمون الأمازيغي الذي ثار على الغزو الروماني في القرن الأول للميلاد. قامت الضرومة محليا في موريتانيا الطنجية بسبب اغتيال كاليغولا لبطليموس، وكذلك من أجل الاستبداد والظلم الذي لحق الموريين من طرفه. وهي أول ثورة في تاريخ موريتانيا التي امتدت لأربع سنوات ما بين 40 ميلادية إلى 44 ميلادية، حيث أثرت سلبا على التواجد الروماني في موريتانيا خاصة وشمال إفريقيا عامة، وذلك بسبب حصد أرواح الرومانيين وتخريب مراكزهم العسكرية ومدن استقرارهم واشتعال نيرانها وتوسعها في البلاد المورية والمناطق المجاورة الأخرى، مما اضطر لروما إلى إرسال فيالقها العسكرية من أجل إخماد هذه الثورة، حيث رصت عدة سفن قادمة من روما في موانئ موريتانيا الطنجية بشكل خاص. فقامت بعض الجيوش من بعض المناطق الأمازيغية بالتحالف مع الجيوش الرومانية من أجل إيقاف ثورة إيديمون، مما أدى إلى تدمير مدينة طنجة تدميرا كليا، ونجح الرومان في إخمادها، وذلك في عهد الإمبراطور كلاوديوس سنة 44 ميلادية. Thank you.